اهلا بيكم مره تانيه. مع الاحتفال بشم النسيم كثفت الاداره العامه لشرطه البيئه والمسطحات المائيه الحملات لتامين المراسي النيليه، على اعتبار انه ناس طبعا متوقع انها تخرج في نزهات نيليه النهارده، وياتي ذلك للتاكد من مدى توافر وسائل الحمايه والسلامه بها، خاصه مع اقبال المواطنين المتزايد عليها في هذا اليوم. خلونا نتابع المزيد في هذا التقرير. فوق صفحة مياهه الصافية وعلى جانبيه يختار المصريون نهر النيل كمتنزه أساسي للاحتفاء بالأعياد المختلفة، بخاصة أعياد الربيع، للاستمتاع بنسائم تداعب مياهه وشواطئه. لذلك استعدت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لاستقبال الأعداد الكبيرة من المحتفلين بأعياد الربيع بتكثيف الوجود الأمني على طول مجرى النهر وتوجيه الحملات الأمنية للتأكد من مدى مطابقة مراكب التنزه لاشتراطات الأمان. خلال الحملات التي يشنها رجال الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بطول المجرى الملاحي لنهر النيل، يتم فحص المراكب النيلية للتأكد من مدى وجود وسائل الأمان المناسبة والتراخيص، مع التشديد على الجميع بعدم استغلال الإقبال الكبير للاحتفاء بأعياد الربيع في زيادة الأحمال على المراكب، وإلا تم سحب التراخيص وبما يهدف إلى حماية الأرواح. الإجراءات الأمنية المتخذة لتأمين المحتفلين بأعياد الربيع بمجرى النيل وعلى شاطئيه ممتدة خلال الاحتفال بعيد الربيع، ومع الكثافات المتوقعة من المواطنين لضمان سلامة مرتادي النهر للاستمتاع بأجواء ربيعية خلابة، فالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات هم حراس هذا النهر الخالد. إجراءات أمنية مشددة تتخذها وزارة الداخلية لتأمين المحتفلين بأعياد الربيع، بخاصة هؤلاء المترددين على نهر النيل للاستمتاع بنسائمه، إضافة إلى حملات متواصلة لضبط السلع الفاسدة بخاصة الأسماك المملحة والمدخنة التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين في هذه الأوقات. عبد الله بركات للتلفزيون المصري. وطبعا المصريين بيحرصوا على الاستعداد بشكل خاص في أعياد شم النسيم بالأسماك المملحة، الفسيخ والرنجة وإيه تاني؟ والبصل والبيض. طيب شم النسيم بيرتبط برضو مع المواطنين بالعديد من المظاهر المتوارثة عن المصريين القدماء، منها على سبيل المثال الإقبال على زيارة المتنزهات العامة. نشوف تقرير. شم النسيم. يعد عيد شم النسيم أول الأعياد التي عرفها التاريخ على مر العصور، إذ يرجع تاريخه إلى العصر الفرعوني قبل 3000 عام قبل الميلاد، وكان يعرف آنذاك بعيد شاموش أو بحث الحياة. وكعادة المصريين كل عام يحتفلون بشراء وجبات الأسماك المدخنة والمملحة للاحتفال بهذا العيد. شم النسيم الناس بتنتهزه فرصة للمة، ونفتكر كل أكلة لها مناسبة. من الأكلات الجميلة في المناسبة دي طبعا الفسيخ والرنجة والملوحة وكده يعني، ودي عادات يعني من زمان بتوارثها الشعب المصري، وأجمل ما فيها اللمة والناس بتفتكر بعضها في المناسبات. ورغم أن هذه الوجبات قد تتسبب في العديد من المشاكل الصحية، إلا أن أغلب الأسر المصرية يحرصون على شراء هذه الأسماك من أماكن ومحال معروفة لضمان مستوى الجودة والنظافة. أكل حاجة زي كده هاكلها في المعقول، هاكلها في المعقول، مش يعني مش هضرب فيها جامد، ولا أنت مش معايا؟ وكمان الأسرة عامة لما تيجي تاكل حاجة ديت بياكلوها في المعقول. تختلف أسعار الأسماك المملحة باختلاف أنواعها، ورغم زيادة أسعار هذه الأسماك إلا أنه لا غناء عن هذه المأكولات مع أعياد الربيع. أسعار غير كل سنة، بالنسبة للفسيخ السنة ده عامل 190 جنيه، وبالنسبة للرنج عامل 65 جنيه، والسردين عامل 70، والملوحة عاملة 150. الرنجة دي سمكة هولندية، وفي منها كتير قوي في السوق، إن هي بتبقى ب 35 وب 30، فالزبون بيجي عندي بيسالني بقول له ب 65، فبيستغرب عندك ب 65 وبره ب 35، عشان اللي في السوق سمكه نرويجي، اللي عندي سمكه هولنديه. وتعد الاسماك المملحه احد الاطعمه المصريه الخالصه التي توصل اليها المصريون القدماء بترك الاسماك المملحه في الشمس للقضاء على الميكروبات. كل عام وانتم بخير. احمد سعد الدين، النيل.
واحدة من أهم الأماكن برضو اللي بيحتفلوا فيها المصريين بأعياد شم النسيم حديقة الأسماك، والحقيقة هي حديقة تاريخية أنشأها الخديوي إسماعيل عام 1867، وبتعتبر من أفضل الحدائق في القاهرة، وطلب من مدير متنزهات باريس إحضار أحد الخبراء لتصميم الحديقة لتكون على شكل جبلية. بتضم الحديقة 49 حوض للأسماك المتنوعة والنادرة زي الأسماك النيلية والبحرية وأسماك الزينة. مزيد من التفاصيل هنعرفها في تقرير ندى إبراهيم. حديقة الأسماك ملتقى التاريخ والجمال، على الرغم من التقدم العمراني فإن الحديقة بموقعها وتصميمها ونمطها المميز والفريد لا تزال تلفت الأنظار إليها بقوة كأحد العلامات التاريخية المميزة في حي الزمالك الراقي، أحد أشهر ضواحي العاصمة المصرية. حديقة جبلاية الأسماك، أو كما تسمى حديقة الأسماك، أنشأها الخديوي إسماعيل عام 1867 على غرار الحدائق في باريس، بنفس الطراز أيضاً في شارع الجبلاية، وهي من أعظم الحدائق التي أنشئت في عهده، والحديقة تديرها إدارة حديقة الحيوان منذ عام 1902، وقد أغلقت عام 1965 لفترة طويلة لتجددها جهات علمية وهندسية تابعة لوزارة الزراعة المصرية، وأعيد افتتاحها عام 1983. أهمية التاريخية طبعا هي تعتبر حديقة فريدة من نوعها، على أساس أنها أنشئت على بمادة أثرية، هي مادة الاستروميل، وهي مادة عبارة عن خليط من الرمل الأحمر والطين الأسواني، والحديقة أنشئت على هيئة خشيم سمكة بالطراز المعماري الفرنسي، متأثرا طبعا بمنتزهات باريس. مدخل الحديقة يتكون من فتحتين على هيئة خياشيم أسماك يقع خلفها البهو، حيث يوجد خلف الفتحتين زعنفتان ينطلق منهما ممرات الحديقة الأربعة، ويوجد بالحديقة مغارات وممرات وتجاويف، حيث تفصل الممرات بين المساحات الخضراء الشاسعة. طبعا تصميم الحديقة ومكوناتها، الجزء الأساسي اللي هو جبلية حديقة الأسماك، والجبلية دي طبعا أنشأت على هيئة خشيم سمكة بالمنظر الأفقي، وبها عدة ممرات. الممرات دي طبعا عبارة عن كهوف، الكهوف دي مرصعة بأحواض على عرض الأسماك الزينة وأسماك البيئة النيلية والمحنطات المائية. الجزء الثاني طبعا المعمل، والمعمل ده بيخص وحدات إنتاجية للتفريخ والتربية والتحضين. الحديقة تضم حوالي 49 حوضا مليئا بأنواع الأسماك النادرة التي تنعكس عليها أشعة الشمس من خلال فتحات تهوية علوية، بالإضافة إلى بانوراما يعرض فيها أنواع الأسماك المحنطة، وتضم أنواعا من السلاحف التي تعيش في المستنقعات والزواحف البحرية. ندى إبراهيم، النيل. وطبعا كلنا من زمان جدا مرتبط عندنا عيد شم النسيم وعياد الربيع بأغنية سعاد حسني، الدنيا ربيع والجو بديع. ومجموعة تانية من الأغاني، بس دي أشهر أغنية الحقيقة. صحيح. وهناك برضو يعني أغنية خالدة للربيع للموسيقار فريد الأطرش، ارتبطت برضو بأعياد الربيع وحفلات الربيع، وكان بيقدمها، والتي لا نشعر بشم النسيم وفرحة الربيع بدون الاستماع ليها. خلونا نتابع المزيكا. عيد شم النسيم دائما ما يرتبط باحتفال المصريين به والاستماع لعدد من الأغاني التي شذا بها نجوم الزمن الجميل احتفالا بقدوم أعياد الربيع. فلا تزال أغنية الدنيا ربيع للسندريلا سعاد حسني، والتي كتب كلمتها صلاح جاهين ولحنها كمال الطويل، هي الأغنية التي تعبر عن الفرحة بمجيء فصل الربيع ببهجته وسمائه الصافية الجميلة.
كذلك من أشهر أغنيات الزمن الجميل للربيع الأغنية الخالدة الربيع للموسيقار فريد الأطرش، والتي ارتبطت بأعياد الربيع وبحفلات الربيع والتي كان يقدمها، وقد كتب كلمات الأغنية مأمون الشناوي ولحنها فريد الأطرش. الفنان محمد فوزي أيضا كان له نصيب من أغنيات الربيع بأغنيته الشهيرة الاستعراضية الحب له أيام من كلمات أبو السعود الإبياري، كما غنى محمد فوزي أغنية الزهور من كلمات صالح جودة وألحان محمد فوزي. تلك الأغاني عبر من خلالها هؤلاء الفنانون عن جمال فصل الربيع وزهوره، فتلك الأغاني محفورة في ذاكرة الجمهور وأصبحت جزءا لا يتجزأ من مظاهر الاحتفال بقدوم أعياد الربيع واحتفالاته. ومن حديقة الأسماك وأغاني الربيع لحديقة أم كلثوم من أجمل الحدائق المطلة على نهر النيل في حي المنيل، اللي أقيمت على مساحة 18 ألف متر مكعب وبها تنوع كبير جدا من النباتات والأشجار النادرة. بتتميز حديقة أم كلثوم إلى جانب موقعها الفريد بهدوءها وجمال المناظر الطبيعية الموجودة فيها. خلونا نتابع المزيد في هذا التقرير. حديقة غناء تخلد اسم كوكب الشرق أم كلثوم، وتطل على نيل القاهرة في موقع جغرافي فريد بمنطقة المنيل، تم افتتاحها عام 1999. تتميز بأشجارها الوارفة والورود المزدهرة على مساحة 18,000 متر، تفتح أبوابها طوال أيام الأسبوع من 9 صباحا وحتى منتصف الليل. الحديقة تم إنشائها سنة 1997 وتم افتتاحها للجمهور سنة 1999. كان بيعمل على إنشاء الحديقة في الوقت ده كانت المهندسة مرفت صلاح، كانت مديرة الحديقة وهي اللي قامت على عملية الإنشاء. تم افتتاحها في عهد الدكتور عبد الرحيم شحاتة، خضرة ومتنفس على النيل أو متنفس خضرة للناس اللي هي محدودي الدخل. تعد حديقة أم كلثوم من أروع الحدائق والمتنزهات، حيث يتوسطها تمثال منحوت لسيدة الغناء العربي في مشهد خلاب ومناخ من الهدوء والطقس الرائع بين مجموعة من النباتات المتنوعة. بالصدفة عرفت موضوع حديقة أم كلثوم من أصدقاء كانوا جايين يعملوا احتفال هنا، فاكتشفت إن المنيل فيها حديقة فيها كل المزايا وبرضو عن النيل وبسعر تذكرة بس 10 جنيه. أجمل ما فيها إن هي على ضفاف النيل فعلا، فيها أشجار مش موجودة ما بشوفهاش في أي مكان تاني، فعلا دي حقيقة يعني. الجو فيها هنا جميل جدا. تجتذب الحديقة فئات وأعمار مختلفة من المصريين والأجانب ممن يعشقون الاسترخاء والتنزه فضلا عن ممارسة الرياضة الخفيفة والمشي واليوغا، فهي مكان مثالي للرحلات والاحتفالات بأسعار مناسبة خاصة في المناسبات والأعياد للاستمتاع بالماء والخضرة. في أجواء ساحرة تحت شعاع الشمس الساطعة وعلى ضفاف نيل القاهرة الشامخ، تتزين حديقة الخالدة كوكب الشرق أم كلثوم بنباتاتها النادرة، مناظرها الخلابة وأشجارها المتنوعة بين نسمات الهواء العليل في مشهد بديع. ياسين سيف، النيل.
وطبعا ملكة السفرة النهاردة هتكون على كل الموائد الرنجة والفسيخ، لكن أسماك الرنجة بشكل خاص مفيدة جدا لأنها بتحتوي على الأوميجا، أحماض الأوميجا 3، بجانب أنها أكتر واحدة من أهم مصادر الأحماض الدهنية تركيزا وفقا لتقرير موقع نيوتريشن أدفانس. والسمك سمك الرنجة سمك مدخن فإلى حد كبير آمن، يعني طريقة طهيه آمنة بالتأكيد. وطبعا عايزين نشير بس إلى يعني معلومة يعني جزئية مهمة، هو الثقة أو مصدر موثوق اللي احنا بنشتري منه سواء فسيخ أو رنجة. أيضا التقرير أوضح أن في الرنجة مركبات من أكثر مضادات الأكسدة قوة، وهم اثنين فيتامين إي والسيلينيوم، اللذان يلعبان دور مهم في دعم الجهاز المناعي. أيضا بتعتبر الرنجة من المصادر الغذائية الممتازة لفيتامين دي 3 الذي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. أيضا بتحتوي الرنجة على تركيزات كبيرة من فيتامينات بي 12 المهمة لمنح الجسم الطاقة اللازمة له. لسه مكملين مع حضراتكم جولتنا السريعة في موضوعات كلها ليها علاقة بشم النسيم سواء كانت أماكن أو أكلات. نخرج لفاصل من بعده نستكمل معاكم.